رابطة العالم الإسلامي توقف التعامل مع 4 من موردي لحوم الأبقار قاموا بتصدير لحوم ذبحت بطريقة غير إسلامية للسعودية، كما حذرت الرابطة 23 آخرين تدور حولهم الشكوك. مزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل خلف الخلف. هذه الشهادة لخنزير صدرت له شهادة ذبح حلال من أحد الموردين للسعودية والخليج، وهذه المشاهد الحصرية لنشرة التاسعة لأحد مسالخ الأبقار التي تصدر اللحوم للسعودية، وأوقفتها رابطة العالم الإسلامي الجهة المخولة رسمياً لمراقبة اللحوم التي تصل للسعودية وطرق ذبحها بفتوى رسمية من هيئة كبار العلماء. الصعق والخنق والطلق، وهذه المشاهد من لحوم صدرت للخليج خلال السنوات الماضية على أنها لحوم ذبحت بطرق إسلامية. أكثر من 4 مسالخ كبرى تم إيقاف التعامل معها، وحذرت الرابطة أكثر من 23 مورداً لتصحيح أوضاعهم قبل مهلة الأسبوعين. وقامت أيضاً بنشر فرق عاجلة للقيام بزيارات مفاجئة لتقييم الوضع. هذه المشاهد دفعت دولاً للاقتفاء بما فعلته السعودية ومعاييرها، ووقعت دولاً أبرزها ماليزيا واليابان مع رابطة العالم الإسلامي لتكون مسؤولة عن تصريح اللحوم الحلال التي تذبح بالطرق الإسلامية. هذه المصانع عملت على دفع أموال طائلة للتسويق لمنتجاتها مع حملات المراقبة الشرسة، وعملت أيضا على نشر الدعاية في وسائل إعلام عربية وإسلامية لتفادي الخسائر المالية التي ستطالهم بعد مخالفتهم للاشتراطات بغية الكسب المادي. لـNBC خلف الخلف، الرياض.